دكتورنا يعني في امال عريضه جدا الناس بتعول عليها لانضمام مصر لمجموعه البريكس وخصوصا فيما يتعلق بتخفيض سعر الدولار في السوق المحليه، تعليق حضرتك. خليني في البدايه بس عشان اقول انه قمه البريكس او ما يحدث الان في تجمع البريكس والذي يحمل عنوانا من وجهه نظري هي قمه افريقيه من اجل تسريع النمو والتنميه المستدامه. لكن يعني افراط في تفاؤل ولا زياده في تشاؤم، دعنا نكون معتدلين ان الامر خلينا نقول ايه الاهميه ولماذا في هذه الفتره الهامه جدا في تاريخ الاقتصاد العالمي هناك توجه جديد نحو خطوه اولى في رفض الهيمنه الغربيه والسياسات الغربيه التي اثرت على كثير من دول العالم ومن الاسواق الناشئه وتحديدا دول القاره الافريقيه. دعني اتحدث عن تقرير لصندوق النقد الدولي وخرج ليؤكد ان السياسات الماليه الغربيه على مدار 100 عام خلفت تريليون دولار حجم مديونيه واكثر من 22 دوله ربما تكون في قاره افريقيا لديها التعثر في سداد او التزام بسداد الدين. الاحداث الاخيره في العالم سواء كان يعني جراء جائحه كورونا اقتصاديا وما تبعه من مشاكل والتحديات في الحرب الروسيه الإيرانية التي نقلت نزاعا كبيرا لفتح بابا الى النظر الى عالم متعدد الاقطاب وهنا دعني اخرج الى عنوان مهم جدا وهو ان قمه البريكس هي قمه اعاده التوازنات في العالم القادم المتعدد الاقطاب وتحديدا في الجانب الاقتصادي ولماذا البريكس دعنا نتحدث عن مواجهة ما بين تكتل دول السبع الصناعية ودول السبع الصناعية بيمثلوا 43% من اقتصاد العالم. ومن ومين هم الدول السبع الصناعية عشان المشاهدين يبقوا معانا؟ أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، كندا، وإيطاليا، واليابان. وهنا طبعًا البريكس زي ما الدكتورة منة اتفضلت في المقدمة بنتكلم على البرازيل، بنتكلم على روسيا، بنتكلم على الهند، بنتكلم على الصين، وبنتكلم على جنوب أفريقيا، ودول بيمثلوا. 26% من اقتصاد العالم يبقى 26% و43% يعني الاجمالي 70 69 الى 70% من اقتصاد العالم في ايد 12 دوله امام 197 دوله مم. هنا بنتكلم على موضوع مهم جدا لازم ناخده في الاعتبار الاهم بقى من كده ان في دول البريكس في 3 من الخمسه في اهم 10 اقتصادات في العالم الصين في المركز الثاني والهند في المركز الخامس وروسيا في المركز الثامن اللي أهم من ده كله إيه بقى إن الميزان الموازين التجارية وموازين المدفوعات إن الصين لحد عام 95 لم تكن من أهم 13 مصدر في العالم 95 الصين رقم 13 2012 الصين رقم 1 لحد 23 إجمالي صادرات الصين العالم 3.6 تريليون دولار وبالتالي بنتحدث عن مجموعة وهذه المجموعة بتعمل صادرات للعالم بخمسة ونص تريليون دولار. موقف مصر ايه في هذا العالم الاقتصادي؟ إن مصر بتتعامل مع دول البريكس في ميزان يصل إلى 32 مليار دولار. خمسة أو مليار دولار تقريبا صادرات و 26 مليار دولار استيراد من دول البريكس. يبقى الإجمالي 31 مليار دولار حجم تعامل مصر مع دول البريكس. هذا التحدي العظيم اللي فيه دول البريكس بيمثلوا خمس تجاره العالم واربعين في 40 من سكان العالم في دول البريكس. في ظل التحديات ومشاكل العمله الدولاريه اللي مش موجوده مع مصر بس عشان برضه سادة المشاهدين موجوده مع كل الاسواق الناشئه وفي تحديات اقتصاديه عالميه ادت الى الاعلان عن رغبه حقيقيه الى واربعين دوله في العالم منهم ثلاثة وعشرين تقدموا بطلب رسمي وعشرين لديهم رغبه. وبيفكروا للانضمام الى البريكس ده معناه ايه معناه ان نحن, نحن امام وده هيبقى التوسع الثاني في تاريخ البريكس انهم يقبلوا دول جديده بقى. نيجي نقول ده فعلا مرحله ثانية وخطوه مهمه جدا لانه احنا هننتقل الى حاجه كبيره جدا بتتحكم في ناتج المحلي الاجمالي العالمي تجمع ويتحكم في حجم التجاره العالميه وهيخش في مظلته عدد كبير جدا من الرقعه السكانيه في العالم لكن من داخل أروقة البريكس الآن في جنوب أفريقيا وربما في الجلسات التحضيرية في ناس فريق بيتكلم على سرعة قبول الطلبات والبت فيها وسرعة التوسع وده جانب بيقوده روسيا والصين وفي جانب آخر بيقود التمهل والدراسة المتأنية وده بيقوده الهند والبرازيل <applause> وبالتالي احنا محتاجين اه تم طبعا امبارح الاعلان عن انه بدء فتح باب فحص الطلبات المتقدمه يعني لناس متقدمه رسميه الجديد في الموضوع برضو ان مصر والجزائر في افريقيا متقدمين وان اثيوبيا ونيجيريا عندهم رغبه وان السعوديه والامارات في دول عربية متقدمين وقطر وايضا وبالتالي دخول مثل هذه الدول بهذا الثقل السعوديه عدوا مجموعه العشرين السعوديه تتحكم في معادله الطاقه الدوليه بشكل فعال وبشكل ايجابي اذا دخول السعوديه على هذا المشهد ربما ودخول هذا الكم من 23 دوله واذا تم الانتهاء الى دخولهم هو اعلان رسمي في حاله الدخول الى الهيمنه الغربيه والسياسات الماليه الغربيه والسياسات الاقتصاديه والنقديه الغربيه ان هناك اعلان لرفض لما مورس من سياسات ماليه بادواتها، ودعني هنا اتحدث عن الادوات وعن تغيير قواعد اللعبه. التحول لن يكون تحول اقتصادي فقط او تحول لكن هو تحول في حاله اداره العالم. أيوه. اداره العالم دي لها سياسات ولها استراتيجيات ولها ادوات. مم. هناك يعني الحديث وليس مجالي، لكن اتحدث عن هناك ما يسمى في اروقه البريكس الان لرفض تام الى منظمات عالميه الى مؤسسات دوليه الى عدد مشاركه الدول الغربيه في المؤسسات الدوليه الى صناعه القرار الدولي وده كله بيؤثر في العمليه الاقتصاديه وده اللي في الاخر بيخلي فيه شعوب تستقر وبالتالي تستقر مع حكومتها او شعوب بتتذبذب وتتاثر وبالتالي تنتقل الى حاله الاستقرار أيوة. وده اللي مورث من السياسات الغربيه على مدار سنوات متعدده بس يا دكتور شروط الانضمام مبهمه الى الان يعني هناك العديد من الدول اللي بتتقدم زي ما حضرتك قلت 23 دوله تقدمت بشكل رسمي من اصل 40 دوله او يمكن اكثر شويه ولكن شروط القبول الى الان ما زالت مبهمه خلينا اوضح بس جزئيه في النقطه دي احنا لو فاكرين 2006 كانت فكره 2009 اعلان 2010 انضمت جنوب افريقيا وبالتالي الان هم بعد من 2010 2023 النظر في طلبات اخرى نتكلم على كام فتره مش اقل من 13 سنه او 14 سنه بكل تاكيد ان ديناميكيه الاقتصاد العالمي وحالات الاقتصاد العالمي ومؤشرات الاقتصاد العالمي اختلفت في كثيرا من الظروف الاقتصادية والظروف الجيوسياسية. وبالتالي هم قاعدين النهاردة وزراء خارجية دول بريكس ووزراء التجارة والتخطيط والاقتصاد ومستشارين البريكس لإعادة صياغة المعايير والشروط بشكل يضمن أنه سلامة دخول وانضمام الأعضاء. وخلينا أكلمك برضو على فكرة أن دخول الذكاء الاصطناعي ودخول التحول الرقمي ودخول سرعة التواصل ودخول أشياء كتير جدا أي. في وسائل المعادلة هتخلي الناس تقدر تاخد قراءات معينة يعني النهارده ممكن دولة تنضم لكن خلال خمس أو ست سنين ما يكونش الريسورسز عندها مكفياها إنها تكون دولة متقدمة اقتصادية <applause> هم محتاجين يخلقوا معادلة في الشروط والمعايير بشكل يضمن أن يكون هذا التحالف قوي هم بدأوا بحاجات معينة زي ما تفضل الزميل مصطفى في البداية واتكلم على فكرة البنك الجديد اللي هو البنك التنميه الجديد وده داخل بسيستم مختلف وسيستم مراجعات مختلفه وسيستم قروض وائتمان مختلف وباقل حده من ما يحدث من الجانب الغربي دي يمكن نواه او منتج خرج عن البريكس العالم ربما يكون هناك العديد من المنتجات الاخرى لكن هتحتاج مننا الى حد كبير جزء من الدراسه والتمهل والتامل دخل دخول مصر على هذه المعادله ومصر دوله فاعله في المعادله الافريقيه بشكل جيد ووجودنا في مركز مؤثر للتجاره العالميه ونقطة التقاء العالم في مصر، ده شيء مهم جدا ان احنا بنخلق ايضا وبنستعد لخلق توازناتنا ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي او معسكر البريكس والهيمنه الغربيه، لكن عشان الناس تبقى يعني معانا يعني في نفس المشهد وبنفس المشهد المجسد، ربما نامل ان تكون المرحله الاولى هي تبادل تجاري بين دول البريكس ربما يكون صفقات متكافئه وربما تخرج من عباءة اتفاقية التجاره العالميه وشروطها المكحفة في بعض البنود وربما وربما ندخل علي بعد ذلك الي مرحله تعزيز تعاون مشترك مع دول البريكس وربما بعد ذلك تبادل سلع في سوق اسم سوق البريكس المشترك ثم بعد ذلك ندخل على العمله او عمله البريكس يعني في مراحل ربما بتاخذ هذا التحول سنوات من 10 ل 10 ل 20 سنه عند اشد المتفائلين صح. اذا مشت الظروف كلها بشكل جيد وبعدين في دول بتحسب حساباتها الداخليه يعني التسليح بتاعي هيجي من دول غربيه وبالتالي عند دولار قد ايه محتاجه او السلع الادويه او السلع المؤثره او السلع الامن القومي بيجي بتيجي من انهي دول وفي دول اللي هتملك يا جماعه النو يعني بيملك سر الصنعه مش هيديه لحد يعني في دول مم. معينه بتملك سر صنعه وبتصرف وبتضر... بت... كتير جدا علي الابحاث والعلوم والتكنولوجيا التطبيقيه عشان تمتلك العالم في ظل هذا الصراع في التكتلات الاقتصاديه طب خلينا نصلح بس المعلومه الشائعه ان آه آه الانضمام لدول البريكس ده آه هيؤدي الى عدم استخدام الدولار وده شيء مش حقيقي ابدا طبعاً. احنا بنتكلم في ان دي عمله عالميه يتم آه التداول بيها ولكن هيتم تعزيز وهيتم دعم استخدام العملات المحليه ما بين الدول اعضاء البريكس برافو طبعا حته مهمه جدا هنوضح للساده المشاهدين وخليني خلينا نرجع بالذاكره شويه 2001 خرج اليورو للعالم تمام 2001 خرج اليورو كعملة جديدة لدول الاتحاد الأوروبي في العالم هل اليورو قضى على عدم التعامل بالدولار لكن ما حصلش تمام ويمكن ما بقى ما كانش منافس لانه في امور معينه لو جبنا كل دوله في العالم مع بنشوف ميزان المدفوعات بتاعها مع باقي دول العالم، هو له صادر ووارد، بيجيب كام من كم دوله وكل دوله فيها تحليل واللي انا بجيبه ده بدولار ولا بيورو ولا بعمله اخرى وفي احتياطات للدول وفي احتياطات للبنوك المركزيه للدول لهذه العملات وده الهيمنه الاقتصاديه في العالم، ما زالت امريكا رقم واحد في الاقتصاد العالم وبالتالي في هيمنه اقتصاديه في العالم. وزي ما قلنا 43% من دول السبع الصناعيه اللي هم كتله الدول السبع دول مهيمنين على 43% من مصادر العالم، يبقى الفكره كلها ان وجود او نهايه الدولار ستنتهي بانضمام دول للبريكس دي مش حقيقه فكرة ولكن حقيقة. ربما نقول بتعمل بالتحديد على تقليل حده المشاكل المسببه او الناتجه عن العمله الدولاريه وتوافرها وتلاعبها مع الاسواق الناشئه ده, ده تمام اه لان احنا ممكن النهارده اقول انا والله هحتاج مثلا 10 سلع، ال 10 سلع دول في ثلاث سلع هجيبهم من البريكس من دول البريكس وفي سبعه هجيبهم الدولار، ال 10 كنت بجيبهم بالدولار، يبقى انا بدل ما كنت محتاج 10 دولار هحتاج 7 دولار، بدل ما كنت محتاج 10 دولار هحتاج 6 دولار، هنا الناس تفهم انه انا مش هستغنى اصلا على الدولار، لكن هقلل التعامل بيه وهقلل الاحتياطي بتاعه وهقلل ضغطه عليا، ده اللي نامله ونامل ان نصل اليه تدريجيا وفي مراحل مختلفه وعلى سنوات مختلفه، لكن ده لا يعفي من صحيح. ان كل دول البريكس وكل الدول التي تحلم للضمام البريكس او تحلم للوصول مع اي تكتل عالمي عليها ان تعمل داخليا على عدد بناء اقتصادها الانتاجي لكي تكون فاعله في اي معادله صحيح. او في اي انضمام او في اي تحالف صحيح صحيح متفق مع حضرتك جدا في النقطه دي حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا ان حتى يتم التحول الى النظام الكامل للبريكس سواء دخلت مصر او لم تدخل احنا بنتكلم على يعني وجود المجموعه يعني ده هياخد سنوات طويله، ويعني لو قارنا ده ما بين الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي او السوق الاوروبيه المشتركه كانت النواه، ثم الاتحاد الاوروبي، ثم معادله اليورو اللي هي اللي غيرت المفاهيم. ده ممكن ياخد كام سنه يا دكتور وتفتكر و... ان في ظل يعني وجود بالأزمة الروسيه الاوكرانيه، وفي ظل وجود هذه المتغيرات العالميه، ده ممكن يساعد على تسريع الوتيره دي ولا تقليلها؟ شوف هو تسريع وتيره. يعني هي الفكرة كلها اللي كان بيخلص في أي حاجة في العالم اللي كان بيخلص قبل كده في 20 سنة النهارده ممكن يخلص في 10 سنين بقى في أدوات كتير بقى في وسائل اتصال كتير بقى في وسائل يعني النهارده في مشاركة رئيس الدولة زي روسيا عبر الفيديو كونفرس ما كانش يعني في يعني النهارده إجمالي التصاريح التي تخرج من المؤسسة الرئاسية الروسية بيؤكد أن هناك شيء مختلف حاجه جديده فيما يتعلق تحديدا بالاقتصاد يعني اذا افرجتم عن الذره او او بعض المواد الاعلاف اللي موجوده في موانيكم كغرب احنا ممكن نديها مجانا لكل الدول احنا ممكن نبعت خمسين الف طن قمح لدول احنا ممكن نعمل كل يعني في وتيره معينه لانه خلينا نقول سرعه تحول العالم من عالم القطب الواحد الذي استمر اكثر من خمسين عام في الهيمنه الى عالم متعدد اقطاب وهناك رغبه ملحه في ذلك اتفق عليها دول يعني بنتكلم اتفاق البريكس يعني احس في هنا صراع شديد جدا الهند والصين الصين مليار 429 مليون نسمه الهند مليار 426 مليون نسمه تمام وبالتالي انت بتتكلم على صراع كان في صراع حدودي وبتتكلم على في أي لحظة من اللحظات ممكن المعسكر الغربي يروح عامل أي مشكلة حدودية بين أي دولتين بأي طريقة أو أخرى تلاقي دخلنا في مشكلة قد تصل إلى نزاع داخل مجموعة البريكس في موقف ما فاللي أنا شايفه أنه سرعة ووتيرة التعامل مع هذه الأحداث متسارع بشكل غريب جدا ورهيب جدا سنصل إلى نتائج في فترة وجيزة لا تتعدى عشر سنوات لكن هذه النتائج تكون إيجابية أو تكون سلبية أو هتم أو المعسكر الغربي هيرد ويبقى في كلام ده لسه عايزين نشوفه في في المرحلة المقبلة لكن اللي بتأكد أنا منه أنه في رغبة ملحة عن 43 دولة خلاص ده رفض تام للهيمنة والسياسة المالية الغربية وأن اللغة اللي بيتحدث بها الجانب الروسي والجانب الصيني وهم مؤثرين في المعادلة الاقتصادية العالمية لغة حديثة ومستحدثة وجديدة على مسمع العالم كله فيما يتعلق باللغة العالمية والرفض اللي بادئ للعديد من المنظمات الصحة العالمية وزي مجلس الأمن وزي وزي كل قواعد اللعبة وأدوات اللعبة السياسية والاقتصادية العالمية ده بات واضح شيء واضح تماماً كذلك الرغبة داخل الشعوب والان القضية اصبحت داخل الشعوب وليست داخل انظمة حكام لان احنا في عصر الميديا وعصر السوشيال ميديا وعصر التواصل اليومي وعصر الجيل الخامس بالحروب الاعلامية فاصبحت الرغبة ملحة داخل الشعوب للرفض الهيمنة او السياسات المالية الغربية التي اثرت على اللايف ستايل او مستوى الحياة المعيشية اللي هم عايشين وبالتالي سرعة التحول هتكون سريعة بشكل يعني اللي كان بيخلص في 30 سنه في الاتحاد الاوروبي عشان يعملوا سوق اوروبيه مشتركه ممكن يخلص النهارده في سبع ثمان سنين انا تصوري الشخصي وبقوله يناير يناير 31 ربما هناك شكل جديد للعالم يتفوق فيه كتل جديده اقتصاديا وتحالفات جديده وقواعد جديده من هنا الـ 31 نحن امام تحديات اسبوعيه وشهريه واخبار جديده ومشاكل مختلفه وتاثرات اقتصاديه وكل يوم من بدانا من 2018 باي ذا ايه واحنا ماشيين في فقاقيع ومطبات صناعيه ومطبات هوائيه اقتصاديه ومشاكل سياسيه وكل اسبوع تنسى الاسبوع اللي قبليه ايه المشكله اللي كانت حاصله في حته في العالم وهيديك الثانيه اللي بعدها هذا الصراع اللي بيشتغل فيه قوى عظمى الان دخلت في المعادله ودخل فيه اشياء كتير انا في تصوري 2031 أو 2030 هيكون حد فاصل ما بين عالم ما قبل القطب الواحد عالم متعدد الأقطاب